سلمون. صح وعافية. وين وصل سيد رجال؟ نورت يا كبير. أهلين بالشباب. ليه يا أبو العباس؟ لك عليه طلاله. يلا بالإذن أنا. نورت مطرحك عمي. حبيبي يا أبو العباس. شبك. تعريف؟ ريحتني بجيتك. والله مالي مرتاح يا أبو العباس. متمني ما كنت رجعت. ليش شو سمعت؟ والله كل شي بيهز البدن يا أبو العباس. كل شي بيهز البدن. لك فهمني. هالقصص اللي صارت بالحارة وبيت عمك أبو طالب وعياله. معك حق. عرفت ليش ما كنت متمني أرجع؟ يعني لو بيت غايب كنت ارتحت؟ يمكن. والله شايف لك يا صاحبي الهم راح يبقى راكبنا وين ما رحنا. شو بنا أبو العباس؟ نبرة صوتك معجبتني. ما حدا مرتاح يا طلال. ما حدا مرتاح. احكي لي يا أخي فضفض. مو بس الحارة ولا بيت عمك أبو طالب. الدنيا كلها مخربطة الأخطلال. الدنيا كلها مخربطة. يا لطيف. ما ضل شي على حاله يا صاحبي. ما ضل شي على حاله. احكي لي يا ابو العباس شو في؟ شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. لك ما انا كلني على بعضي مخربط. والله وغوشتني. احكي لي شو في؟ هويت وما حدا سمع علي يا صاحبي. لك ايه دخيل الله. بالعكس هاي الاخبار اللي بترد الروح يا ابو العباس. ما بصير تتركك هيك محتار وحزنان. مين قال؟ انا اللي عم بقول. انت قلي وين مرادك وان شاء الله بتكون بين كل السلاطين والعسكر لنروح نجيبها ونساويها حلالك. حظ عاطل. ليه؟ بعد كل هالشقة والتعتير اللي عشته شفت هالبنت وقلبي هواها يا طلال. وفجأة ما عاد لقيت إلا أسر. يرحم أحبابك. لا تفوتني بالألغاز وعطيني من الأخير. عطيني الزبدة. ما قلت لك لمحت صدفة وفجأة ضاعت. قلبت الدنيا عليها يا طلال. لك حتى روحتي على زحلة مشانها. قام شفناك بعد ما قلبنا الدنيا عليك ورجعنا فيك. شي؟ شو هالقصة هاي؟ قصة غريبة عجيبة. ما علي الحلال إذا بتعيش العمر كله ما راح تسمع مثلها. طيب ماشي أبو العباس. يعني ما لا قرايب ما لا معارف ما لا أي حدا نقدر نوصل له؟ ما هي هون بليتي يا صاحبي. ما لا حدا. بصير خير إن شاء الله. لك شلون؟ خلاص أبو العباس هيتركها على الله أو علي. لك أنا يا عمي من شاف أحبابه ونستصحابه. لك أنا بمحسن والله. أهلين عمي حمزي. عم طلال لك شو قصتك انت؟ سيرتك على كل انسان بالحاره. كل العالم بده يعرف شو سر غيابها. استغفر الله العظيم. بقى من سيرتي يا اخي. مونا من سيرتي وتركونا بسيره ابو العباس. انا وحده منهم. مش في غيرها. نار الغرام. اي نعم. والله سيري بتحط العقل بالكف. ونحن بنرجع العقل للناس وبنساوي المخلوقه حلاله لو كانت ببلاد الصين. ايه وانا بخدمه الطيبين وتحديدا مع اخي وحبيبي ابو العباس. وانا كمان رهن الاشاره لانه يوم المنى. يوم المنى اشوفه عريس. عريس ومتهني كمان. اي والله. بارك الله فيكم يا شباب. بارك الله فيكم. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.